أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة Private Math Lessons. Today إن شاء الله we are going to take lesson 3 which is entitled Factorizing the Perfect Square Trinomials. الدرس بتاعنا النهاردة يعتبر استكمالا للسيريز بتاعة الفاكتورايزيشن اللي بدأناها بليسون 1 وقلنا إن ليسون 1 بعمل فيه فاكتورايزيشن الإكسبريشن x squared plus bx plus c وكنا فيه بنفتح 2 brackets كل brackets بحط فيه x و x وكنت باخد الابسوليوت تيرم واجيب له كل الفاكتورز بتاعته واتفقنا مع بعضينا ان اهم حاجة في الليسون تبقى عارف السؤال اللي انت هتخاطب بيه نفسك عشان تقدر تطلع حل المسألة وكان ليسون 1 السؤال بتاعنا مين هما التو فاكتورز اللي الصم او الديفرنس بتاعهم حسب الساين بتاعة الابسوليوت تيرم هتيكوال الايه الميدل تيرم وبعد كده استكملنا بليسون 2 وكان ليسون 2 بيتكلم عن الفاكتورايزيشن بتاعت الاكسبريشن ax squared plus bx plus c يعني الx squared هيجي لك جنبيها نمبر ومش هتعرف تحرر الx squared من النمبر ده عن طريق ان انت تاخده كومن فاكتور بره وجربنا وشفنا ان لو احنا حاولنا نحل بالطريقة بتاعت ليسون 1 مش هنعرف وبالتالي لجأنا لطريقة السيزر طريقة السيزر كانت أطول شوية لأن أنا كنت بعمل فاكتورايزيشن للكوفيشنت اللي جنب الإكس سكويرد وكنا بنجيب الفاكتورز بتوعه وكنت بعمل فاكتورايزيشن للأبسوليوت تيرم بالظبط زي ليسون 1 وكان حل المسألة بيعتمد إن أنا أقدر ألاقي كومباينيشن سليمة بتوين الفاكتورز بتاعة الكوفيشنت بتاع إكس سكويرد وبتوين الفاكتورز بتاعة الأبسوليوت تيرم هعمل كومباينيشن ناجحة على أطراف السيزر هتحقق لي السؤال بتاعي بتاع ليسون 2 اللي هو مين هما التو دياجونالز اللي الصم او الديفرنس يديني الميدل تيرم النهارده ان شاء الله في ليسون 3 هنستكمل السيريز بتاعت الفاكتورايزيشن ويعتبر ليسون 3 سبيشال كيس من ليسون 2 يعني ليسون 3 لما هتشوفه هتلاقيه الاكسبريشن بتاعه بوجه عام هيجي لك على شكل ليسون 2 وممكن يجي لك على شكل ليسون 1 في بعض الصفات المميزه اللي هتخلينا نعرف ان الاكسبريشن ده بتاع ليسون 3 تعالوا مع بعضنا نبدا الليسون بالاكسبريشن ده الاكسبريشن اللي قدامي 4x squared plus 12x plus 9 لما تيجي تبص على الاكسبريشن ده الاكسبريشن ده ال4 ما اقدرش اخدها كومن من الثري تيرمز وبالتالي انا في ليسون 2 طيب هل اقدر احلها بالسيزر؟ تتحل بالسيزر عادي خالص. تعالوا نشوف هنحلها بالسيزر ازاي. انا لو انا عملت سيزر كده انا عندي ال 9 عباره عن ايه؟ 1 تايمز 9 و 3 تايمز 3 وال 4 عباره عن 1 تايمز 4 و 2 تايمز ايه؟ تايمز 2. السبيشال كيس دي هتلاقي نفسك بتاخد الدبل فاكتور ده والدبل فاكتور ده. يعني انا عندي هنا بلس احط هنا بلس وبلس. وعندي هنا اكس وايه؟ اكس واكس. هتلاقي نفسك بتقول لو هنا 2x وهنا 2x وهنا 3 تايمز 3 ظبط معاك الدياجونال ده 6x والدياجونال ده 6x الصم بتاعهم ايكوال ايه؟ ايكوال 12 ودايما المساله دي هتلاقي الايه؟ الساين ديز ايه؟ از بلس يبقى انا عندي ده كده وده ايه؟ وده كده يبقى انا لما اجي اعمل فاكتورايزيشن للاكسبريشن ده هيديني الاتي هيديني 2x بلس 3 تايمز 2x بلس ايه؟ بلس 3 تلاحظ ايه التو فاكتورز زي بعضيهم عشان كده سمينا الاكسبريشن ده بيرفكت سكوير تراينوميال يعني التو فاكتورز دول ممكن اكتبهم كده 2x بلس 3 all over باور ايه باور 2 طيب يبقى انا بدل ما احل بالسيزر لو لقيت ان الكوفيشنت ده والابسوليوت تيرم الاثنين دول بيرفكت سكوير نمبرز بالاضافه ان الميدل تيرم بيكوال توايس روت الفيرست تايمز روت معنى كده ان انا في ليسون 3 طيب تعالوا نفتكر مع بعضينا البيرفكت سكويرز اللي كانوا عندنا انا كان عندي المجموعه بتاعت البيرفكت سكويرز اللي هي ال1 وال4 وال9 16 25 36 49 64 81 and 100 وعندي 121 144 198-96 المجموعة دي من النمبرز دي كلها بيرفكت سكويرز يعني ايه؟ كل واحدة فيهم عبارة عن حاجة باور 2 يعني دي 2 باور 2 3 باور 2 4 باور 2 وانت ماشي هنا 13 باور ايه؟ باور 2
مهم جدا تبقى انت عارفهم، لان اول ما هيجي لك النمبرز دي على طول انت من داخلك تشك ان انت في الايه، في الكيس 3 على طول. الكيس 3 هنتصرف فيها ازاي؟ هيجي لك اكسبريشن بالمنظر ده، عينك اول ما تلقط ده تلاقيه بيرفكت سكوير وده بيرفكت سكوير، تقوم تجيب لي الروت بتاع ده، ال9 الروت بتاعها از 3، ال4 الروت بتاعها از ايه؟ از 2. طيب اتاكد ان ال12 دي، او اتاكد ان النمبر ده توايس الروت ده اللي هو ده تايمز الروت ده اللي هو ده، يعني توايس 2 تايمز 2 تايمز ايه 3 which is ايه 12. طالما اتاكدت ان ده 12 يبقى لما اجي احل دي على طول هعمل كده 2 brackets، انا عندي هنا ايه بلس، هنا عندي هنا ايه بلس، احط الاثنين بلس، هرجع هنا بقى للساين بتاعت ايه بتاعت ليسون 1، طالما لقيت هنا بلس احط الاثنين بلس. طب انا عندي هنا قلنا هيبقى في اكس واكس، طب وهنا احط ايه؟ هنا احط 2 وهنا 2 وهنا 3 وهنا ايه وهنا 3، يعني التو براكتس هيطلعوا الاثنين ايه الاثنين سيميلر. نيجي نشوف مع بعضينا اكزامبل 1، بيقول لي شو ويتش اوف ذا فولوينج تراينوميالز از ا بيرفكت سكوير تراينوميال اند ويتش اوف ذيم از نوت. اتفقنا البيرفكت سكوير تراينوميال هتلاقي ان الفيرست تيرم ده بيرفكت سكوير، الثيرد تيرم بيرفكت سكوير، الكوفيشنت بتاع الميدل تيرم بيكوال توايس روت الفيرست تايمز روت الثيرد. طيب واضح جدا ان ال 36 ليها روت which is ال 6، ال 49 ليها روت which is 7، 2 تايمز 6 تايمز 7 هيكوال معايا 12 تايمز 7 اللي هي 84. يبقى معنى كده اتاكدت ان انا عندي الشروط متحققه، ادي بيرفكت سكوير وادي بيرفكت سكوير، والميدل تيرم بيحقق الكونديشن اللي هو توايس روت الفيرست تايمز روت السكند، يبقى الاكسبريشن ده بيرفكت سكوير تراينومي. طيب اللي بعديه نيجي نبص، تعرف ان الفور الروت بتاعها 2 121، الروت بتاعها 11، وطبعا ده اكس سكوير دي ليها الروت بتاعها اكس، والواي سكوير دي الروت بتاعها واي، يبقى ده بيرفكت سكوير وده بيرفكت سكوير. نيجي نشوف الميدل تيرم، انا عندي هنا 2 11، يبقى توايس تايمز ال2 تايمز ال11 اللي هي 4 تايمز ال11 which is ال40 ايه ال44 اللي هي اهي، يبقى اتحقق معايا ال3 conditions بيرفكت سكوير بيرفكت سكوير توايس روت الفيرست تايمز، وبالتالي الاكسبريشن ده از ايه از بيرفكت سكوير. طيب اللي بعدها 25x squared is a perfect square term، ليه؟ الروت بتاعه 5x، ال1 perfect square والروت بتاعه 1. طيب نيجي نشوف twice times ال 5x times ال1 هيديني 10x، لما نيجي نبص هنا نلاقي نيجاتيف 5x، وبالتالي ما حققتش الكونديشن بتاعت البيرفكت سكوير تراينوميال، يبقى الاكسبريشن ده از نوت بيرفكت. اللي بعديها لما نيجي نبص للاكسبريشن ده من اول مره، انا عندي علامه مميزه جدا في ريسون 3، الا وهي ان لازم تكون الساين بتاعه الابسوليوت تيرم از ايه از بوزيتيف. الاكسبريشن طبعا مخادع جدا، هو جايب لك دي مظبطها لك فور ايه ومظبط لك دي ال 3، لما تيجي تبص للميدل تيرم توايس ال 3 تايمز ال 4 ايه هيديك 2 تايمز 3 از 6 تايمز 4 از 24 ايه بالظبط زي ال 24 اهي. بس خد بالك ان الساين دي از نوت بوزيتيف، يعني ال 3 ديت لما اعمل لها تايمز 3 هيديني بوزيتيف 9، عمرها ابدا ما تجيب معايا نيجاتيف 9، وبالتالي الاكسبريشن ده از نوت بيرفكت. نيجي اللي بعد كده، الساين عندي از بوزيتيف، طب ال 12 هنا هل ال 12 ليها روت؟ خد بالك ال 12 ليها روت اللي هو ايه؟ اللي هو روت ال 12، يبقى هنا روت 12 بي، وعندي هنا از ايه الروت بتاعها 2 توايس تايمز 2 تايمز روت 12 بي هيديني 4 روت 12 ايه بي. هل ده هو ده؟ لا طبعا، لان انا عندي 4 روت 12 مش زي الايه ال 16 بي، وبالتالي الاكسبريشن ده از نوت بيرفكت. يعني المسألة دي لو جات لي الميدل تيرم 4 روت 12 بي، معنى كده ده هيبقى بيرفكت ايه؟ بيرفكت سكوير. يعني مش شرط يجي لي الفيرست تيرم،
من الحاجات المشهورة بتاعتي، ممكن يجي لي أي نمبر لو لقيت الروت بتاعه موجود هنا يبقى بيرفكت سكوير. Example 2 بيقول لي complete by the missing term in each of the following trinomials to be a perfect square. Example 1 بيقول لي 49x squared، هنا في missing term وعندي third term 25. احنا اتفقنا ان الروت بتاع ده كده هيبقى ال 5 والروت بتاع ال first term هيبقى 7x. الروت بتاع ال 49 is 7 والروت بتاع ال x squared is a is x. طيب السكند تيرم ده كان عباره عن contributions from 3 parts، بيجي من مشاركه 3 حاجات مع بعض اللي هي 2 times root the first term times root the third a root the third term. يعني الميسنج تيرم ده المفروض يكون 2 times ال 7x times مين؟ times ال 5 اللي هت equal 2 times 5 is 10 times 7 يعني 70a 70x. طيب ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، ايه هي؟ ان السكند تيرم يمشي معاك ممكن بوزيتيف ويمشي معاك برضو ايه نيجاتيف. يعني لما اجي هنا هحط هنا الميسنج تيرم هنقول بلس ماينس 70a 70x. طيب نيجي اللي بعديها 25x سكويرد ماينس 60x بلس الايه بلس الثيرد تيرم. طب انا الثيرد تيرم ده اجيبه منين؟ الثيرد تيرم ده انت عارف ان الروت بتاعه داخل لك فين؟ داخل لك هنا. انا مش عايزك تحفظ القانون، يعني في قانون يجيب لك الثيرد تيرم موجود عندك في الكتاب اللي هو بيكوال الميدل تيرم سكوير ديفايد 4 تايمز الفيرست. ما عايزك تفهم انا عندي ده عباره عن ايه. ده بيجي من ثلاث حاجات، بيجي من 2 وبيجي من جزء جاي لي من الفيرست تيرم وبيجي من جزء جاي لي من ايه من الثيرد تيرم. الحته دي اللي جايه لي من فيرست تيرم عباره عن ايه؟ عباره عن روت الفيرست، يعني اللي هنا هيبقى 5x. اوكي يبقى انا محتاج مين؟ محتاج دي. نعتبر دايما الجزء اللي هندور عليه اعتبره مثلا m. اوكي يبقى انا عندي ال 60x اللي هو كل الترم ده، ده بيكوال ايه؟ ده بيكوال 2 تايمز 5x تايمز مين؟ تايمز m، لان هي دي الحاجات اللي بتكون لي الايه السكند تير. طيب الاكس عندي تروح مع مين؟ تروح مع الاكس. 2 تايمز 5 از 10، ال 10 تروح مع الايه مع ال 60، يبقى هنا يديني كام؟ يديني 6. يبقى انت عندك الام ايكوال كام؟ ايكوال 6. هنقولها تاني، انا عندي هنا 60x ايكوال 2 وعندي هنا 5x وعندي هنا الام. الام هتيكوال ايه؟ اجيب ده كله تحت بالديفيجن، يعني الام عندي هتيكوال 60x divided 2 times 5 is 10 divided 10x. الاكس تروح مع الاكس ونعمل سمبليفيكيشن لل 10 مع ال 60، يبقى الام عندي ايكوال كام؟ الام ايكوال 6. طيب الام ايكوال 6 ده مين؟ ده الروت اللي جاي لك من هنا. اوكي يبقى الثيرد تيرم هيكوال ايه؟ هيكوال الام سكويرد. يبقى الثيرد تيرم هيكوال معايا ال 6 باور 2 which is a 36. طيب نيجي الاكزامبل ده نفس الكلام زي ده بالظبط. الفيرست تير في جزء منه موجود فين؟ موجود هنا اللي هو ايه؟ اللي هو روتو. يعني ده عباره عن ايه؟ تاني ده عباره عن 2 تايمز روت جاي لي من هنا وروت جاي لي منين؟ من هنا. اللي الروت بتاع ده عباره عن ايه؟ عباره عن 3y، وهنعتبر دي دايما ايه؟ ام. يعني الجزء ده هو الايه؟ السكند تيرم. يبقى انا عندي 12xy هتيكوال معايا 2 تايمز الام تايمز الايه؟ ال 3y. انا محتاج مين؟ محتاج البارت اللي هو ام ده. يعني ام عندي هتيكوال كام؟ هتيكوال نودي دول كلهم بالديفيجن 12xy divided 2 وهنا عندي ايه؟ 3y. اوكي؟ الواي هتروح مع الواي 2 تايمز 3 از 6 و 12 ديفايدد 6 از ايه از 2 يبقى 2x. اوكي يبقى الجزء اللي هيجي لي من الفيرست تيرم از 2x، يبقى عندي الفيرست تيرم هيكوال معايا مين؟ هيكوال 2x سكويرد which is a 4x سكويرد. يبقى انت مش محتاج تحفظ. يبقى انا لما باجي اشتغل في الماثيماتكس انا مش عايز احفظ، على قد ما اقدر اقلل الحفظ
لما تشتغل وانت فاهم افضل كتير لما تحفظ. ممكن تنسى حاجة في القانون ده. طيب نيجي بعد كده example 3، بيقول لي find the positive value of c which makes each of the following trinomials a perfect square. ليه بيقول لك ال positive value؟ لان احنا اتفقنا ان ال second term ممكن يجي لي positive وممكن يجي لي negative والاثنين يحققوا لي ال perfect square. طيب انا عايز اجيب الايه الترم ده. الترم ده عبارة عن ايه؟ ده contribution from three parts، ثلاث حاجات بتكون لي الترم ده، التو وروت الفيرست وروت الثيرد. طيب انا الفيرست عندي الروت بتاعه ايه؟ الروت بتاعه اكس. الثيرد عندي الروت بتاعه كام؟ الروت بتاعه 5. معنى كده ان السي اكس اللي هو السكند تيرم ده هيكوال 2 تايمز الاكس تايمز الايه؟ تايمز الفايف. الاكس عندي راحت مع مين؟ مع الاكس، وبالتالي السي ايكوال كام؟ السي ايكوال 10. لو ما كانش قال لك البوزيتيف فاليو كنت هختار بوزيتيف نيجاتيف، عشان زي ما احنا قلنا في بوسابيلتي ان السكند تيرم يبقى بوزيتيف نيجاتيف. طيب نيجي بعد كده الاكزامبل اللي بعد كده، هو محتاج السي. احنا اتفقنا ان الفيرست بارت ده الفيرست تيرم في معلومه منه جايه لي في السكند تيرم، وبالتالي هنعمل انسبكشن للسكند تيرم، هنفحص مع بعضينا السكند تيرم اللي هو 90y. ده بيكوال ايه ده؟ ده بيكوال توايس اللي هي 2 تايمز. 2 تايمز مين؟ جزء جاي لي من هنا وجزء جاي لي من هنا. الجزء اللي جاي لي من هنا روت الجزء ده. روت الجزء ده يبقى مين؟ يبقى سي واي. ومين اللي هيجي لي من هنا؟ روت 81 از 9. يبقى انا بدور على مين؟ بدور على السي. يبقى نخلي السي في طرف لوحدها والباقي كله يجي انا بالديفيجن. يبقى السي عندي هتيكوال 90y divided 2 times ال y times ال 9. ال y تروح مع ال y. 9 simplification مع ال 90 هنا يديني 10. 2 divided 2 is 1. 10 divided 2 is 8 is 5. وبالتالي السي ايكوال كام؟ السي ايكوال ايه؟ ايكوال 5. وزي ما اتفقنا لو ما كانش قايل لي في الهيد اوف ذا كويتشن find the positive value of c كنت هقول ان السي equal positive negative 5 لان المطلوب ايه؟ سي سكويرد. نيجي نشوف مع بعضينا example 4، بيقول لي factorize each of the following trinomials. number 1 بيقول لي 25a squared plus 20a plus 4. يعني اول ما تلمح ال 25 وتلمح ال 4 اتوقع ان انا في lesson 3 عشان الاثنين دول perfect squares. الروت بتاع ال 25 is 5، الروت بتاع ال 4 is ايه؟ is 2. نيجي نبص هنا نلاقي ان 2 times 5 is 10 times 2 is 20، وفعلا الـ A ده الروت بتاع الـ squared، وبالتالي الـ expression ده perfect square trinomials. يبقى لما اجي افكه هقول ان هو هيكوال معايا 5A plus 2. ليه قلت plus؟ عشان عندي الـ sign دي is A is plus. الكلام ده هيبقى times 5A plus A plus 2. طب نيجي اللي بعديها 16x squared minus 24x plus 9. ال 16x squared الروت بتاعها 4x، الروت بتاع ال 9 is ايه؟ is 3. لما نيجي نتأكد 2 times 3 is 6 times 4 24x اللي هو الميدل تيرم، وبالتالي الاكسبريشن ده بيرفكت سكوير تراينوميال. يعني لما اجي اعمل له فاكتورايزيشن يديني 4x minus الايه؟ ال 3 times 4x minus الايه؟ ال 3. وهنا قلنا ماينس عشان دي الساين عندي هنا از ايه؟ از ماينس. نيجي اللي بعد كده 25a باور 4 الروت بتاعها از 5a سكويرد. ال 81b سكويرد الروت بتاعها 9b. يبقى 2 تايمز 5 از 10 تايمز 9 90. وعندي البي وعندي الاي سكويرد، بالفعل هو ده الميدل تيرم، وبالتالي اقدر اعمل فاكتورايزيشن على طول واقول ان الاكسبريشن ده هيديني 5a squared minus ولا plus. اختار minus عشان طبعا الساين بتاعت الميدل تيرم از نيجاتيف. يبقى انا عندي هنا minus ال 9a 9b، والبراكت الثاني زيه 5a squared minus 9a 9b. اللي بعديها لما نيجي نبص نلاقي ان ال 1 over 9 تديني 1 over 3x الروت بتاع الفيرست تيرم، الروت هنا يديني 1 over 2. تعالى نشوف الميدل تيرم حقق معايا الكونديشن ولا لا. هيبقى عندي 2 تايمز 1 اوفر 3 اكس
times 1 over 2. ال 2 هيحصل لها simplification مع ال 2 وبالتالي هيديني 1 over 3 x اللي هو فعلا الميدل تيرم. يبقى اقدر على طول اقول ان الاكسبريشن ده هيديني 1 over 3 x plus 1 over كام؟ over 2 times 1 over 3 x plus 1 over 2. اللي بعديها لما نيجي نبص في المسألة نلاقي ان ال 18 مش perfect square. طيب يبقى انا كده ليسون 2 نوت ليسون 3. لو طبعا لو لقيت هنا روت ال 18 كنت هقول لك انت ليسون 3، لكن انا هنا موجود عندي ال 18 ومفيش هنا روت ال 18، يبقى هرجع بالمساله لليسون 2. في الحالات اللي زي دي واحنا في ليسون 2 كنا بنعمل ايه؟ قبل ما ابدا المساله كنت بقول انا بحاول ارجع بالمساله لليسون 1، يعني اشوف الكومون فاكتور بتوين الثري تيرمز. يبقى انت دايما بيبقى معاك حل كده انت مجهزه اول ما تعطل، اول ما تلاقي نفسك عطلان في الفاكتورايزيشن اول حاجه تفكر فيها الكومون فاكتور. لما تيجي تبص لل18 وال49 وال32 في عندي كومون اللي هو 2، يبقى ممكن اخد 2 از كومون فاكتور، يبقى معايا من هنا 9x سكويرد، يبقى معايا هنا 24x، يبقى معايا هنا ايه 16. تلاحظ ان المساله بعد ما خدت الكومون فاكتور اتحولت لليسون ايه؟ ليسون 3. الروت عندي بتاع الفيرست تيرم 3x، الروت عندي بتاع الثيرد تيرم از ايه؟ از 4، والساين عندي نيجاتيف. يبقى الفاكتورايزيشن بتاع الاكسبريشن ده هيديني 2 3x ماينس ال 4 تايمز 3x ماينس ال 4. تعالوا نشوف مع بعضينا المساله ديت. بيقول لي 28x ماينس 49x سكويرد ماينس 4. ناخد بالنا جدا ان المساله دي مش مترتبه، خد بالك ان ده x not x squared، وبالتالي لازم اعمل reformation، لازم اعيد تهيئه الاكسبريشن واحطه على الشكل اللي احنا متعودين عليه. يعني اقول هنا نيجاتيف 49x squared، الكلام ده بلس 28x، الكلام ده ماينس 4. كده انا قعدت ترتيبها. طيب انا لما كنت بحل المساله دي كنت براعي دايما ان الفيرست تيرم يكون بوزيتيف، وبالتالي اعمل ايه في النيجاتيف ساين دي؟ اخدها بره از ايه؟ از كومون. لما اخد الساين بره از كومون بيعمل ايه؟ بيعكس لي كل الساينز بتاعت التيرمز. يعني هنا يبقى لي 49x سكويرد، عندي هنا ماينس 28x، وعندي هنا ده ماينس يديني ايه؟ بلس الايه؟ بلس ال 4. طب لما نيجي نبص هنا نلاقي ان الترم ده الروت بتاعه 7x، الترم ده الروت بتاعه از 2، و2 تايمز 7 از 14x تايمز 2 28، وبالتالي ممكن ده اقدر اعمل له فاكتورايزيشن بليسون 3. يبقى الفاكتورايزيشن بتاع الاكسبريشن ده هيديني 7x ماينس 2 تايمز 7x ماينس 2، والماينس عشان هنا ايه؟ عشان هنا ماينس، واوعى تنسى الماينس دي. طيب نيجي اكزامبل 5. بيقول لي يوز الفاكتورايزيشن تو فاسيليتيت جيتنج الفاليو اوف ايتش اوف ذا فولوينج. هيديني اكسبريشن ماثيماتيكال اكسبريشن، لما تيجي تبص عليه عشان تحسبه صعب جدا، هنا لازم تستعمل كالكوليتر. هتقول ال 55 سكويرد 55 تايمز 55، وبعد كده تعمل الترم ده وده، والمساله هتبقى طويله معاك. ولكن انا ممكن استعمل الفاكتورايزيشن واعتبر ان الماثيماتيكال اكسبريشن ده اعامله كالجبرايك اكسبريشن، واعتبر ان ده الفيرست تيرم وده السكند تيرم او الميدل تيرم وده الثيرد تيرم. تلاحظ الاتي، تلاحظ ان ده ليه روت which is ال 55، وده برضو ليه روت which is ال 48 ال 45. لما تيجي تبص على الميدل تيرم متحقق في الكونديشن اللي هو توايس روت الفيرست تايمز روت السكند، وبالتالي الماثيماتيكال اكسبريشن ده ممكن اقول ان هو هيكوال معايا 55 بلس ال 45 اللي هي مين؟ ادي ال 55 وادي ال 45 وبينهم بلس، تايمز نفس الايه؟ نفس البراكت 55 بلس ال 45 اللي هو هيديني 100 تايمز الايه؟ تايمز ال 100 اللي هو هيكوال معايا ايه؟ 10,000. المساله اللي بعد كده نفس الكلام، ماثيماتيكال اكسبريشن ممكن اعامله كالجبرايك اكسبريشن. طبعا الفرق ما بين الماثيماتيكال اكسبريشن والالجبرايك اكسبريشن ان الماثيماتيكال اكسبريشن ما بتلاقيش فيه الاكس والواي، ما تلاقيش فيه اي انونز خالص، اللي احنا كنا بنشتغل فيها من اول برايمري 1 لحد برايمري 6. طيب يبقى انا ده هيكوال معايا ايه؟ ده هيكوال معايا 312
minus 311. ليه minus؟ عشان هنا في عندي ايه؟ minus sign. الكلام ده هيبقى times 312 minus 311. طيب 312 minus 311 يديني 1، يبقى 1 times ال 1 which is a which is ال 1. تعالوا مع بعضينا نشوف exercise 3. بيقول لي show which of the following trinomials is a perfect square expression. اول problem بيقول لي a squared plus 9، واضح طبعا ان هي not perfect عشان ده عندي 2 terms only. طيب نيجي هنا a squared minus ab plus b squared، هنا في عندي 1 وعندي هنا برضو ايه وعندي هنا 1. الروت بتاع ال 1 is 1 والروت بتاع ال 1 is 1، يبقى المفروض عندي يكون في الميدل تيرم توايس الفيرست روت الفيرست تايم روت الثيرد اللي هو هيديني ايه؟ هيديني 2، وهنا موجود عندي 1 وبالتالي ده از نوت ايه؟ نوت بيرفكت سكوير. طيب نيجي هنا، هنا موجود عندي 1، هنا الروت بتاع ال 36 از 6. طيب المفروض ال 12 دي تكون 2 تايمز 1 تايمز ال 6 وبالتالي ده متحقق، هي فعلا 12 وعندي الساين دي always positive، يبقى ده ايه؟ يبقى ده perfect. هنا problem 4 25x squared minus 15x plus 9، طبعا بتأكد ان الساين دي is plus. الروت عندي بتاع 25 is a is 5، وعندي طبعا x squared is x. الروت بتاع 9 is 3، يبقى انا عندي twice 3 times 5 هيديني 30، وهنا عندي 15، يبقى ده برضو is not a not perfect. ال سكويرد الروت هنا عندي الكوفيشنت از 1 والروت بتاعه 1، 16 الروت بتاعها از ايه؟ از 4، توايس ال 1 تايمز ال 4 ايكوال 8 مظبوط، والساين عندي هنا از بلس مظبوط، عندي هنا ال وهنا ام، يبقى ده عندي ايه؟ ده از بيرفكت. 9 اكس سكويرد الروت بتاعها هنا 3 اكس، 25 واي سكويرد الروت از 5 واي، 2 times 3 times equal 30، انا عندي 15، يبقى ده is not a not perfect. problem 7 4c power 4 minus 12c squared d minus 9d squared. لما تيجي تبص بعينك على طول تلاقي هنا is negative، وبالتالي ده على طول ايه؟ not perfect. طيب 4 plus 36 a power 3 plus 81 a power 6، ال 4 الروت بتاعها is 2، هنا الروت بتاعها 9a باور 3، يبقى انا عندي 2 تايمز 2 تايمز 9a باور 3 ده هيديني هنا 4، يبقى 36a باور 3، وبالتالي هي فعلا موجوده هنا اهي، يبقى ده عندي ايه؟ بيرفكت. طيب نيجي هنا 1 ماينس 2a بلس a سكويرد، هنا كده المفروض ان انا عندي 1، الروت بتاعه از 1، وانا عندي هنا ال 1 برضه الروت بتاعه از ايه؟ از 1. 2 تايمز 1 تايمز 1 از 2، وهي موجوده هنا اهي، وبالتالي ده ايه؟ بيرفكت. نيجي نشوف نمبر 10، انا عندي هنا ال 4 الروت بتاعها is 2، 8 a باور 2 الروت بتاعها روت 8 a، 2 تايمز 2 is 4، روت ال 8 a طبعا مش هيديك 6 a، وبالتالي ده not perfect. 1 over 4 y squared الروت بتاعها 1 over 2 y، وال 4 هنا الروت بتاعها is 2، twice times 1 over 2y times 2 هيديني 2y، هنا عندي negative y وبالتالي ده not perfect. طيب نيجي هنا 0.01x squared الروت بتاعها هيبقى 0.1x، وانا عندي ال 1 الروت بتاعها 1، 2 times 1 times 0.1x ده هيديني 0.2x، موجودة هنا اهي، وبالتالي ده هيكون ايه؟ هيكون perfect. exercise 2 factorize each of the following. عندي m squared minus 2m plus 1، طبعا الشروط كلها هتبقى متحققه في الاكسرسايز ده. لما تيجي تبص عندي root ال 1 is 1، root ال m squared is m، وبالتالي هيبقى عندي الفاكتورايزيشن هيبقى عندي m minus 1 times m minus 1، وحطينا هنا negative عشان الميدل ساين is ايه؟ is negative. طيب نيجي هنا
الاكس سكويرد بلس 2 اكس واي بلس واي سكويرد. الروت عندي هنا از اكس لان انا عندي هنا 1، والروت عندي هنا از ايه؟ از واي. وواضح ان الميدل تيرم توايس اكس واي، يبقى عندي الفاكتورايزيشن هيديني اكس بلس الواي تايمز الاكس بلس الايه؟ الواي. نمبر 3 9 اكس سكويرد بلس 12 اكس بلس 4. الروت هنا عندي از 3 اكس، الروت عندي هنا از 2، وبالتالي الفاكتورايزيشن هيديني 3x plus 2 times 3x plus 2. طيب problem 4 25b squared الروت بتاعها is 5b، ال 1 الروت بتاعها is 1، واضح هنا هو twice ال 5 times 1 يديني 10، يبقى عندي على طول هيبقى 5b minus ال 1 و 5b minus ال 1، والنيجاتيف هنا عشان هنا في ايه؟ نيجاتيف. نيجي اللي بعد كده 9a squared الروت بتاعها عندي الـ 3a، وهنا عندي 1 الروت بتاعها يبقى 1 والb squared الروت بتاعها b، عندي هنا twice ده times ده موجود هنا، يبقى هنا هيديني 3a plus b times 3a plus b. اللي بعديها الـ 4x squared الروت بتاعها 2x، الـ y squared الروت بتاعها is y، يبقى انا عندي الفاكتورايزيشن هيديني 2x minus y times 2x minus y. طيب اللي بعديها 16a squared الروت بتاعها 4a، 25b squared الروت بتاعها 5b، وبالتالي الفاكتورايزيشن هيديني 4a minus 5b times 4a minus 5b. هنا عندي root 1 is 1، وروت ال 49 is 7x، وبالتالي ده هيديني 1 plus 7x times 1. اللي بعديها ال 36 الروت بتاعها is ال 6، وال 25k squared الروت بتاعها is 5k، وبالتالي لما اجي اعمل فاكتورايزيشن هيديني 6 minus ال 5k times ال 6 minus ال 5k، وطبعا النيجاتيف عشان ده نيجاتيف. طيب هنا ال1 الروت بتاعها از 1، 25a باور 4 الروت بتاعها 5a سكويرد، وبالتالي هيديني 1 ماينس 5a سكويرد تايمز 1 ماينس ال 5a سكويرد. اكسرسايز 3 بيقول لي فاكتورايز ايتش اوف ذا فولوينج 18y سكويرد ماينس 12y بلس 2. الاكسرسايز ده اللي هيفرق عنه عن الاكسرسايز اللي فات ان في كومون فاكتور في كل ايه؟ في كل مساله. الكومون فاكتور لو انت ما خدتوش في بدايه المساله هيطلع لك في البراكتس اللي في نهايه المساله، ولازم تاخده من البراكتس في النهايه. طيب نيجي نبص هنا نلاقي ان انا عندي 18، ال 18 از نوت بيرفكت، هي وكذلك ال 2، لكن ممكن اخد 2 كومون من ال 3 تيرمز دول. طب لما اجي اخد الكومون هيديني ايه؟ يبقى عندي هنا 2، ال 18 الكومون لما باخده قلنا بناخده بالديفيجن، يبقى 18 ديفايد 2 از 9، يبقى 9 واي سكويرد ماينس ال 2 لما اخدها من ال 12 تبقى 6، 6y بلس مين؟ بلس 1. ما تجيش تقول لي 0 لان انا لما باخد ال 2 باخدها بالديفيجن، يعني بقول هنا 2 ديفايد 2 يديني 1. تعال بص بعينك هنا هتلاقي ان ال 9 از بيرفكت وال 1 از ايه؟ از بيرفكت. طيب والميدل تيرم 2 تايمز الايه؟ روت ده تايمز روت ده، يبقى ده هيديني على طول 2، وعندي هنا هيبقى عندي 3y ماينس ال 1 تايمز 3y ماينس ال 1. ليه ماينس؟ عشان هنا ماينس. طيب اللي بعديها 12x squared plus 36xy plus 27y squared، واضح ان في 3 common. لما اجي اخد ال 3 common، طيب افرض انت مش عارف تاخد ال common، لو مش عارف تحدد ال common حاول ترجع بالنمبر ده للبيرفكت سكور اللي قبليه. مين البيرفكت سكور اللي قبليه؟ عندك 2، عندك ال 9، وعندك مين؟ وعندك ال 4. ال 12 divided a دي 9 مش هتلاقي. طيب ال 12 عشان اوصل لل 4 هعمل ديفايدد 3، وبالتالي الكومون هتلاقيه 3. يبقى انا لما اخد 3 از كومون فاكتور يبقى معايا هنا 4x squared plus 12xy plus 9y squared. ظبطت معانا هنا، الروت هنا 2x، الروت هنا 3y، وبالتالي هيبقى عندي 3 times ال 2x plus 3y times 2x بلس 3y. اللي بعديها 24a باور 4 بلس 24a سكويرد بلس 6. نبص على الليست فاليو اللي هي 6.
طب نجرب كده، هل ينفع تاخد من the 3 terms؟ ينفع. يبقى انا هاخد ال 6 as a common، يبقى معايا هنا 4 a باور 4 بلس 4 a سكويرد بلس ال 1. طيب الروت بتاع ده كده 2 a باور 2، روت ال 1 is 1، يبقى لما اجي اعمل فاكتورايزيشن هيديني 6، وعندي هنا هيبقى 2 a سكويرد بلس ال 1، وهنا 2 a سكويرد بلس ال 1. السؤال اللي بعديها 6a باور 4 ماينس 12a سكويرد بي سكويرد بلس 6. تبص على ال 6 هل ينفع تطلع كومون؟ تنفع تطلع من كله. يبقى هنا ال 6 عندي هنا a باور 4 ماينس 2a سكويرد بي سكويرد بلس ال b باور 4. طيب هنا الروت بتاعها a باور 2. الروت بيديفايد الباورز انتو هاف، يعني عندي a باور 4 تديك a باور 2، a باور 6 تديك a باور 3. طيب وده هيديني b باور 2. يبقى لما اجي هنا افك البراكت ده هيبقى عندي هنا ال 6 هنا a سكويرد ماينس، ليه ماينس؟ عشان الماينس دي، يبقى ده ماينس زيها a سكويرد ماينس ال b سكويرد تايمز a سكويرد ماينس ال b سكويرد. نيجي المساله دي نبص فيها بعينينا، نلاقي هنا ال 20 وال 60 وال 45، ينفع ناخد ال 10 من هنا ومن هنا، لكن ما ينفعش اخد 10 من هنا. يبقى هناخد 5 as a common factor من هنا ومن هنا ومن هنا. تبص بعينك تلاقي عندك هنا a وعندك a وعندك a، يبقى هاخد برضو a common factor. يبقى ال common factor بتاعي هيبقى 5a، يبقى عندي هنا 4y squared minus 12y plus 9. ال 4y سكويرد الروت بتاعها 2y، ال 9 الروت بتاعها 3، وبالتالي لما اجي هنا افك البراكت ده هيبقى عندي 5a وعندي هنا 2y minus 3 times 2y minus 3. اللي بعديها نجرب ناخد ال 6 common factor، هتيجي معاك تلاحظ ان هي برضه مش مترتبه، وفي عندي x هنا وهنا وهنا. طب تعالى نرتبها الاول. هنا هيديني 6x باور 3 بلس 24x سكويرد بلس 24x. هناخد الx وهناخد ال 6، يبقى اما اخد ال 6x يبقى معايا هنا x سكويرد بلس 4x بلس الايه؟ بلس ال 4. الروت هنا is x، الروت هنا is 2 twice times 2 times الx اللي هي 4x، وبالتالي اقدر افك ده على طول ب 6x times x plus 2 times x plus 2. problem 7 بيقول لي 3z plus 42z power 4 plus 140z z power 7. واضح طبعا انها مش مترتبه، نرتبها يبقى 147 z power 7 plus 42 z power 4 plus 3 power a باور زد. واضح ان الزد از ا كومون. طب بالنسبه لل3 كومون هنا، وهنا 42 ديفايد 3 يديني 14، وعندي 147 1 بلس 7 از 8 بلس 4 از 12، وال12 از ديفيزبل باي 3، وبالتالي 147 ينفع ناخد منها 3. طيب ناخد 3 زد، 14 ديفايد 3 از 4 اند وي هاف 2 از ا ريميندر، 27 ديفايد 3 از 9، يبقى 49 z باور 6. الكلام ده هيبقى بلس 14 z باور 3 بلس كام؟ بلس 1. طيب هنا الروت بتاعها هيبقى 7 z باور 3، والروت هنا عندي ايه؟ از 1. وبالتالي لما اخلص المساله دي هيديني 3 z تايمز 7 z باور 3 بلس الايه؟ بلس ال 1 تايمز 7 z باور 3 بلس الايه؟ بلس ال 1. نيجي اللي بعد كده. problem 8 4b squared c plus bc squared plus 4b power 3. بعينك تلمح ان في عندك ال b هنا وال b هنا وال b هنا. طب هنا ال 4 مفيش هنا اي كومون، خلاص يبقى ناخد ال b بس. يبقى لما اخد ال b يبقى معايا هنا 4bc plus c squared plus 4b power 2. واضح ان ده الميدل تير. طب نرتبها، يبقى انا عندي هيبقى b 4b squared plus 4bc plus c squared. ده كده الروت بتاعه هيبقى 2b، وده الروت بتاعه الc، يبقى هيديني b times
2b plus c وهنا 2b plus c. اللي بعديها 60ab minus 36a power 2 minus 25b squared. تعال نرتبها الأول. يبقى أنا عندي هنا 36a power 2. طبعا الساين بتبقى على الليفت من الترم، يعني الساين دي بتبلونجس لمين؟ للترم ده، نوت للترم ده. طيب يبقى أنا عندي هنا plus 60ab minus 25b squared. احنا اتعلمنا ان البرفكت سكوير لازم دي يكون بلس، وبالتالي ناخد النيجاتيف ساين كومون من هنا ومن هنا ومن هنا. لما اجي اخد نيجاتيف ساين كومون يغير لي الساينز بتاعت المساله كلها. يبقى انا عندي هنا 36a باور 2 ماينس 60ab بلس 25b سكوير. تيجي تبص هنا تلاقي ان الروب بتاعها 6a، تبص هنا الروب بتاعها 5b، وبالتالي ده هيتفك معايا ل 6a ماينس 5b، وزي ما اتفقنا ماينس عشان هنا ماينس، وهنا 6a ماينس ال 5a ال 5b. في المسائل اللي زي دي اوعى تنسى تنزل الايه، تنزل النيجاتيف. اللي بعد كده طبعا واضح بعيني جدا ان ال c ماينس d از ايه، از كومن. يبقى اخد ال c ماينس d از ا كومن، يبقى معايا لما اخدها من هنا يبقى لي 1، لما اخدها من هنا يبقى 2x، لما اخدها من هنا يبقى x squared. الروت بتاع ده is 1، الروت بتاع ده is ايه؟ is x. يبقى هتديني c minus ال d، وعندي هنا 1 plus ال x، وعندي هنا 1 plus ال a plus ال x. اللي بعديها النوعية دي من المسائل هيبتدي يظهر معايا الايه؟ هيظهر معايا الفراكشن. طيب انا عندي 1 over 4، الروت بتاع الحته دي كده 1 over 2 y، والروت هنا is 2. طيب تعال نشوف الميدل تيرم، هيبقى عندي twice times 1 over 2 y times مين؟ times 2 دي. ده كده راح مع مين؟ مع ده كده، يبقى يديني ايه؟ يديني 2 y بالفعل اللي هي الميدل تيرم. يبقى ممكن على طول اقول ان ديت هتديني 1 over 2 y minus 2 times 1 over 2y minus ال a minus ال 2. اللي بعديها هنا 1 over 16 تديني 1 over 4 1 over 4a، ودي هنا تديني 1 over 5. تعالى نتأكد ان الميدل تيرم 1 over 10 اللي هو twice الفيرست روت الفيرست اللي هو 1 over 4a times روت الثيرد اللي هو 1 over 5. ده يديني 1، ده يديني 2، وبالتالي هيديني 1 over 10a. يبقى على طول ينفع اعملها فاكتورايزيشن، يبقى هتديني 1 over 4a plus 1 over 5 كام ده تايمز 1 over 4a plus 1 over a over 5. بروبلم 3 4 over 25x squared، الروب بتاعها 2 over 5x. عندي ده هنا الروت بتاعه 1 over 8. تعال نشوف الميدل تيرم اتظبط ولا لا. twice root the first times 1 over a 1 over 8. ال 2 وال 2 يديني 4، الاثنين يروحوا مع ال 8 تديني ايه؟ تديني 2. يبقى تيكوال 1 over a 10x مظبوطه، وبالتالي ممكن اعملها على طول 2 over 5x minus 1 over 8 الكلام ده تايمز 2 over 5x minus 1 over 8. اللي بعديها 0.01 دي الروت بتاعها 0.1x، وعندي هنا يديني 1 twice times root the first times root the third هيديني 2 over 0.1 اللي هو 0.2 x موجودة هنا. يبقى ممكن على طول اقول ان ديت 0.1x minus 1 times 0.1x minus 1. اللي بعديها تلاحظ ان المسألة دي عندي جزء معمول له multiplication وجزء معمول له addition، وبالتالي لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل distribute ده هنا وده ايه؟ وده هنا. يبقى اكن المسألة مديها لك خطوة لورا. يبقى 7x times 7x يبقى يديني 49 x squared، هيبقى minus
70xy plus 25y squared. Root ديت اللي هو 7x. root هنا 5y. 5 times 7 35 times 2 70. يبقى على طول دي تبقى 7x minus ال 5y times 7x minus ال ايه؟ ال 5y. اللي بعديها. كذلك هديستريبيوت ده هنا وهنا. 9a squared plus 25b squared minus 30ab. ده الميدل تيرم. نظبط شكلها شوية. يبقى 9a squared minus 30ab plus 25b squared. هنا يديني 3a وهنا يديني 5b. 3 times 5 15 times 2 30. يبقى اقدر هقول ان دي 3a minus 5b times 3a minus 5b. اللي بعديها هيبقى 4x squared minus 28xy هيبقى plus هنا 49y squared. طيب دي هنا الروب بتاعها is 2x ودي الروب بتاعها is 7y. 2 times 7 is 14 times 2 20 8 مظبوطة. يبقى دي على طول هتديني ال 2x minus ال 7y times 2x minus 7a is 7y. اللي بعديها m squared هيبقى minus 22mn. هيبقى عندي plus 121n squared. طيب هنا يديني 11 هنا يديني 1. 11 times 1 is 11 times 2 22. يبقى هقول على طول ان دي m minus 11n times m minus 11n. اللي بعديها x minus y squared اللي هو هيديني الفيرست سكويرد. هنا حط ماينس عشان هنا ماينس. توايس الفيرست تايمز السكند يبقى 2xy بلس السكند سكويرد. الكلام ده هيبقى بلس 4xy. طيب دي لايكد مع دي يبقى هيديني x سكويرد. هنا بلس 4 ماينس 2 يبقى بلس 2xy. الكلام ده هيبقى بلس y a سكويرد. هنا 1 وهنا 1 وتوايس 1 تايمز 2 ايكوال 2xy. هتديني على طول x plus y times x a plus y. Exercise 6 بيقول لي complete the missing term each of the following to be a perfect square. يعني احنا عايزين نخلي ده perfect square. اتفقنا ان ده كده الروب بتاعه ده لو ال first square الروب بتاعه هيبقى 2x وده الروب بتاعه is a is 1. طيب ال middle term can be equal ايه؟ can be equal twice root the first times root the second. يعني twice ده times ده. حته مهمه قوي بقى في الايه في حكايه الميدل تيرم دي عشان بتلخبط ناس كتير. اللي هي ايه؟ ان الميدل تيرم ده يمشي معاك بوزيتيف او ايه او نيجاتيف. يبقى انا هنا لما اجي اعمل المساله دي هقول ان الميدل تيرم توايس روت الفيرست اللي هو 2 تايمز 2x 4x تايمز ال1 يبقى 4x. لما اجي احطها هنا تحط لي قبليها ايه؟ بوزيتيف نيجاتيف. دي حته مهمه تاخد بالك بقى. طيب نيجي هنا يعني كل المسائل اللي هنشتغل فيها دي هنحط ان الميدل تيرم بوزيتيف نيجاتيف. اذروايز لو هو ايه؟ لو هو اداك الساين. طيب هنا الروت بتاعها هنا از ايه؟ الروت هنا از 3a. طيب الروت هنا الروت هنا عندي از 6 توايس 2a تايمز ال 6 2 تايمز 3 از 6 تايمز 6 يبقى 36 يبقى بلس ماينس 36a. هنا الروت عندي ال 2a والروت عندي هنا از 6b. هيبقى عندي هنا بلس ماينس 2 تايمز 2 4 تايمز 6 24 يبقى 24ab. كذلك هنا اول حاجه اعملها احط بلس ماينس. الروت هنا از ايه؟ از 1 اوفر ال 5x والروت هنا از ايه؟ 1 اوفر 2y. توايس روت الفيرست تايمز روت السكند تطرح مع ال 2 يبقى يديني 1 اوفر 5x a x y. يبقى هنا 1 over 5 x a x y. هتحط لي برضك هنا اول حاجه بلس ماينس. نيجي هنا هيبقى 6 x squared وهنا 3 y squared. 2 times 3 is 6 times 6 يبقى 36 x squared y squared. طب هنا تحط لي البلس ماينس الاول. دي z squared ودي 7 l.
يبقى 2 تايمز 7 از 14 يبقى 14 زد سكويرد ال. نيجي نشوف دي، دي واضح طبعا ان الميسنج عندك الثيرد تيرم. طب الثيرد تيرم كنا بنجيبه ازاي؟ قلنا ان في معلومه منه موجوده هنا، الثيرد تيرم في جزء منه موجود هنا، يعني ده الروت بتاعه از ايه؟ از ايه؟ وده عباره عن ايه؟ ده عباره عن 2 تايمز الايه تايمز جزء جاي لي منين؟ من الثيرد تيرم اللي هو روتو. يبقى ال 6 a اللي هو الميدل تيرم ما باخدش الساين، هتيكوال معايا 2 تايمز الاي تايمز، هنعتبر مثلا الجزء اللي بدور عليه هنسميه ام. طيب الاي تروح مع الاي، ال 2 ديفايدد 2 يديني 1، ال 6 ديفايدد 2 از ايه؟ ال 3. يعني الام عندك ايكوال كام؟ ايكوال 3. يبقى هو ده الروت اللي جاي لك من هنا، يبقى واضح ان دي ايكوال كام؟ ايكوال 9، لان الجزء الثيرد هيكوال ايه؟ الام سكويرد اللي هو ايه؟ اللي هو 9. كذلك هنا برضو دي كده الروت بتاعها 2x. يبقى انا عايز اجيب الثيرد تيرم، هقول على طول ان ال 28x هتيكوال 2 تايمز، تايمز مين؟ تايمز ال 2x، تايمز مين؟ الجزء اللي هيجي لي هنا اللي هو الام. الاكس هتروح مع الاكس، 2 تايمز 2 از 4، ال 4 هتروح مع ال 28 يديني كام؟ يديني 7. يبقى الام عندي ايكوال كام؟ ايكوال 7. يبقى الثيرد تيرم ده هيكوال ام سكويرد اللي هو كام؟ 49. طبعا في قوانين ممكن تحفظها للثيرد تيرم، انا ما بفضلش تحفظ القوانين دي عشان لو نسيت هتبقى ايه؟ مش هتعرف تحلها. طيب نيجي بعد كده، عندي روت ده كده از ايه؟ از ايه. يبقى انا عندي هنا ال 6 ab هتيكوال توايس ال a تايمز ال a اللي هيجي من هنا، قلنا ال m، ال a راحت مع ال a، 2 ديفايد 2 از 1، 6 ديفايد 2 از 3، يبقى عندي ال m ايكوال 3b. يبقى هنا الميسنج تيرم ام سكويرد اللي هو 9ba سكويرد. كذلك هنا، هنا هيديني 5m. يبقى انا عندي هنا ال 20mn هتيكوال 2 تايمز ال 5m تايمز مثلا المره دي x مثلا. طيب ال m تروح مع ال m، 2 تايمز 5 از 10، ال 10 تروح مع ال 20 يديني 2. يبقى الاكس عندي هتيكوال معايا ال 2 وعندي هنا ال n، يبقى 2m. يبقى الثيرد تيرم هيكوال معايا الاكس سكويرد اللي هي 2n سكويرد اللي هي 4n سكويرد. طب نيجي بعد كده هنا، لما تيجي تبص على بروبلم 11 تلاقينا y سكويرد. طب هل ينفع دي تبقى ثيرد تيرم؟ مش هينفع، لان الثيرد تيرم از اولويز بلس، وكذلك مش هينفع تبقى فيرست. يبقى واضح ان دي الميدل تيرم. طب الروت بتاع ده كام؟ الروت بتاع ده از 9. يبقى الميدل تيرم اللي هو ال 18 y سكويرد هيكوال توايس الروت اللي جاي لي من الفيرست اللي هو m تايمز الروت ده اللي هو ايه؟ اللي هو 9. 2 تايمز ال 9 از 18 تروح مع الايه؟ مع ال 18 دي. يبقى عندي الام هتيكوال ايه؟ y سكويرد. يبقى الروت اللي جاي لك في الميدل تيرم از y سكويرد. يبقى الاصل بتاعه ايه؟ y باور 4. طب نيجي هنا نفس الكلام، الروت بتاع ده is 4b. يبقى الميدل تيرم اللي هو 24ab هيكوال معايا توايس الروت اللي جاي لي من الفيرست تايمز الاي تايمز ال 4b. البي راحت عندي مع البي، 2 تايمز ال 4 is 8، ال 24 ديفايدد ال 8 is ايه؟ ال 3. يبقى الام عندي هتيكوال ال 3a. يبقى الروت اللي جالك من هنا ال 3a. يبقى الاصل بتاعه ايه؟ يبقى 9a سكوير. Exercise 7 بيقول لي find the positive value of k which makes each of the following trinomial expressions a perfect square. اتفقنا ان الميدل تيرم ممكن يكون فيه sign positive or negative. طيب هنا هعمل ايه؟ الافكار مش هتختلف، انا عندي هنا الروت بتاعها is 6x والروت عندي هنا is ايه؟ is 1. ناخد الميدل تيرم ونساويه بالايه؟ بالفاليوز بتاعته. يعني ال kx ده هيكوال عندي ايه؟ هيكوال twice 6x times ال ايه؟ times ال 1. الاكس راحت مع مين؟ مع الاكس. يبقى عندي هنا ايه؟ يبقى 2 تايمز الاي ال 6. يبقى الكي عندي ايكوال كام؟ ايكوال 12. المسائل دي تعتبر اسهل من اللي قبليها. كذلك هنا الروت عندي اللي جاي من هنا ال 4 واي والروت بتاع ال 100 از 10. يبقى الميدل تيرم الكي واي هيكوال 2 تايمز 4 واي تايمز ال 10. الواي راحت مع مين؟ مع الواي. 2 times 4 is 8 times 10 is 80. يبقى الكي عندي هنا هتيكوال كام؟ هتيكوال 80.
اللي بعد كده انا عندي هنا الميسنج ده الثيرد تيرم. طب الثيرد تيرم في عندي معلومه منه جايه لي منين؟ من الميدل. بجيبها ازاي؟ بقول ان الميدل تيرم بيكوال توايس روت الفيرست اللي هو 2x وروت اللي جاي لي من هنا اللي احنا هنعتبره زي ما اتفقنا m. اوكي يبقى انا عندي هنا الاكس راحت مع مين؟ مع الاكس. يبقى هنا هيبقى 1، يبقى ال1 ايكوال 4 تايمز مين؟ تايمز الام. يبقى الام هت ايكوال اجيب ال4 هنا بالديفيجن 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 4. يبقى انا دي ده الكونتريبيوشن اللي جاي لي من الايه؟ من الثيرد تيرم. وبالتالي يبقى الثيرد تيرم هي ايكوال ام سكويرد، يعني الكي هت ايكوال الام ايه؟ سكويرد، اللي هي هت ايكوال 1 اوفر 4 سكويرد اللي هي 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 16. نيجي هنا انا عايز برضو الثيرد تيرم. طب انا عندي هنا الروت بتاع ده 3L، يبقى الميدل تيرم اللي هو ال 12L هيكوال 2 تايمز ال 3L تايمز الام. واتفقنا ان احنا هنرمز دايما للام بالروت اللي هيجي لي يا اما من الفيرست تيرم يا اما من الثيرد تيرم. وهنسولف فور ام، ال L تروح مع الايه؟ مع ال L. 2 times 3 is 6 و 12 divided 6 is 2. يبقى ال M عندي equal كام؟ equal 2. ده الروت اللي جاي لي من الثيرد. يبقى ال K هت equal ال M squared اللي هي ال 2 squared which is ال 4. اللي بعديها انا عايز مين؟ انا عايز ال first term. طب ال third term جاي لي منه 1. طب ال middle باخده من غير الساين، ما تاخدش الساين معاه لانها already متحددة. يبقى انا عندي ال 6x هت ايكوال 2 تايمز ال m اللي هو الروت اللي جاي لي من الفيرست تايمز مين؟ تايمز ال 1. 2 1 تايمز 2 از 2 تروح مع ال 6 يتبقى كام؟ يتبقى 3. يعني ال m ايكوال 3x. يبقى ال m سكويرد ايكوال كام؟ ايكوال 3x سكويرد ايكوال 9x سكويرد. هو ده الايه؟ ده الفيرست تيرم. طب اعمل كومباريزون بتوين ال 9x سكويرد وال kx سكويرد، يبقى ال k هت ايكوال معاك ال 9. اللي بعديها هنا جاي لي 3. الميدل تيرم 12 ab هي ايكوال 2 تايمز ال m تايمز ال 3. 3 و 2 يديني 6 تروح مع ال 12 هنا يديني 2. يبقى انا عندي ال m ايكوال 2ab. يبقى الفيرست تيرم اللي هو m سكويرد ايكوال 4a سكويرد b سكويرد. اعمل مقارنه بين ده وده تلاقي ان ال k is a is 4. نيجي هنا الروت هنا is a is 4 ولكني شايف ده خالص، انا هشتغل واجيبه كله وبعد كده اعمل مقارنه. يبقى انا عندي الميدل تيرم اللي هو ال 4x هيكوال توايس جزء جاي لي من الايه؟ من الفيرست تيرم، وجزء جاي لي من الثيرد تيرم اللي هو ال 4. ال 4 تروح مع مين؟ مع ال 4. يبقى عندي يبقى الاكس عندي هت ايكوال 2m. انا بسولف فور m اللي هو الايه؟ الجزء اللي جاي لي من الفيرست تيرم. يبقى اخلي الام في طرف لوحدها، يعني الام هت ايكوال معايا x divided 2. يبقى الفيرست تيرم اللي هو الام سكويرد هي ايكوال x divided 2 squared which is x squared divided مين؟ divided 4. يبقى هو ده الايه؟ الفيرست تيرم. طب هو مدهولي كام هنا؟ مدهوني k squared x squared. يبقى الفيرست تيرم هي ايكوال k squared x ايه؟ squared. واصولف فور k، انا عايز اطلع k. يبقى ال x squared راحت مع مين؟ مع ال x squared. يبقى ال k squared هت ايكوال 1 over مين؟ over 4. يبقى ال k عندي هت ايكوال ال positive negative 1 over 2، وهو عايز ال positive value. يبقى ال k equal 1 over 2. هنا عايز الكي، الكي موجوده في الثيرد، يبقى هنسولف فور الثيرد تيرم ككل. طب انا جاي لي من هنا كام؟ هنا 1. الميدل تيرم اللي هو 14y هي ايكوال 2 تايمز ال 1 تايمز الام. طب ال 2 راحت مع ال 14 هنا يديني 7. يبقى الام ايكوال ال 7ay. يبقى الثيرد تيرم كله ايكوال ال 49y سكوير. طب هو مدوني هنا كام؟ مدهوني k squared y. اللي بقى عندي يبقى ال 49y squared هت equal k squared y squared. ده راح مع ده، يبقى ال k squared equal ال 49. يبقى ال k هت equal معايا positive negative root ال 49 اللي هي هت equal معايا
بوزيتيف نيجاتيف 7 وهو عايز البوزيتيف فاليو يبقى الـ k equal كام؟ الـ k equal 7. نيجي مع بعضينا نشوف مسائل اللي تشوز. بيقول لي if x squared plus kx plus 25 is perfect find الـ k. على طول احنا بنيجي نشتغل الـ k موجودة في الميدل تيرم، يبقى انا عندي هنا بيجي لي الـ x، عندي هنا بيجي لي الـ 5، يبقى الميدل تيرم twice root الـ first times root الـ second، يعني هي equal to times الـ x times الـ 5 which is a which is 10x. طب ناخد بالنا ان الميدل تيرم ممكن يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف، يعني المفروض ان هو يطلع بوزيتيف نيجاتيف 10x. طيب اعمل مقارنه ما بين البوزيتيف نيجاتيف 10x والكي اكس، يبقى الكي عندك ايكوال بوزيتيف نيجاتيف 10. نيجي هنا عايز البي الثيرد تيرم، الثيرد تيرم اشتغل اكني بجيبه على طول. انا عندي هنا بيجي لي مين؟ من هنا بيجي لي الاكس. الميدل تيرم اللي هو ال 14x هي ايكوال توايس اللي جاي لي من هنا اللي هو الاكس. قلنا هنتفق ان نعمل ايه؟ هنعمل ام. الاكس راحت مع الاكس، ال 2 يديني 1، هنا يديني ايه؟ ال 7، يعني الام ايكوال كام؟ 7. طب يبقى انا اللي جاي لي من هنا 7، يبقى الاصل بتاعه ايه؟ ام سكويرد اللي هو ال 40 ايه؟ ال 49. الاكسبريشن ده عايز الفاليو اوف ايه؟ الايه ده في الفيرست تيرم، هنا عندي ده يديني 5. الميدل تيرم ده المفتاح بتاعي، يبقى ال 40x هت ايكوال توايس جزء جاي لي من الميدل تيرم اللي هو روتو، وعندي هنا ال 5. 2 تايمز 5 از 10، تروح مع ال 40 يديني ايه؟ يديني 4، يعني الام ايكوال 4x. طيب يبقى الام سكويرد هت ايكوال 16x ايه؟ سكويرد. اقارن بتوين ده وده الاقي ان ال a equal 16. اللي بعديها يقول لي ال expression ده is perfect then ال c equal كام؟ طيب انا جاي لي ايه من هنا؟ انا جاي لي من هنا 1 over 2. طيب ال 1 over 2 انا عندي ال middle term اللي هو ال 3x هي equal twice ال 1 over 2 times m الجزء اللي هو root اللي جاي لي من هنا، دي راحت مع دي، يبقى ال m عندي هت equal ال 3x، يبقى الام سكويرد اللي هو الفيرست تيرم ايكوال 9x سكويرد اللي هي دي. طب تختارش، انت بتحل وبعد كده ايه تعلم على الانسر بتاعك. نيجي اللي بعد كده الاكس ب 6 والواي ب 4، يبقى الاكس سكويرد ماينس 2xy بلس واي سكويرد. المساله دي مهمه، يعني دلوقتي انت مديك الاكس ومديك الواي ومديك الاكسبريشن، لو هتحلها ببريم 1 وهتقول لي والله سهله، انا هقول ان هي الاكس مدهاني هعوض والان هعوض وهنا هعوض، يعني اكنها اكس سكويرد ماينس 2 اكس تايمز ال 4 الكلام ده بلس الواي سكويرد ب 4 ايه سكويرد، والمساله سهله واتحلت. لكن مش ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين نتعلم من الدرس اللي احنا خدناه. عينك لما تلمح المنظر ده طالما لقيت السكويرنج اشك انه بيرفكت سكوير، وبالتالي ابص الميدل تيرم متحقق فعلا فيه توايس روت الفيرست تايمز روت السكند، يبقى ده هيكوال معايا ايه؟ ده هيكوال معايا اكس ماينس واي سكويرد. يبقى الصح ان انا اقول ان ده ايكوال ده اللي هو هيكوال معايا الاكس عندي ب 6 ماينس 4 سكويرد اللي هي 2 سكويرد ويتش از الايه؟ ال 4. يبقى انا الصح في المساله دي ان انا اعملها كده مش ايه؟ مش كده. طيب هنا a squared plus 2ab plus b squared equal كام؟ 25. عايز a plus b. المنظر ده احنا واخدينه في الدرس، ده equal a، ده هي equal a plus b times a plus b اللي هي a plus b squared. طب a plus b squared هو مدهلك بكام؟ مدهلك ب 25. يبقى a plus b بس هت equal a، يبقى ال a plus b هت equal positive negative root ال a 25، يبقى ال a plus ال b هت equal positive negative a 5 اللي هي ايه؟ اللي هي ال c. exercise 9 يقول لي use factorization to get each of the following. طبعا دي ممكن الناس تعملها على الكالكوليتر، وده مش ايه؟ ده مش المطلوب. المطلوب ان انت تاخد بالك ان ده squared وده squared وده root ال first وroot ال a وroot ال third. يبقى انا هقول ان هي على طول ال 87 plus mean plus ال 13 times ال 87 بلس 13. 3 بلس 7 0 اند وي هاف 1، 1 بلس 1 از 2 بلس 8 از ايه؟ يبقى 100. يبقى انا عندي 100 تايمز الايه؟ ال 100 اللي هتديني 10 ايه؟ 10000. طب نيجي هنا نفس الكلام، دي هتديني 99 ماينس 98
times 99 minus 98 اللي هتديني دي هيديني 1 times ال 1 which is ال ايه which is ال 1. اللي بعديها تلمح بعينيك تلاقي ان هنا روت ده وان ده روت ده يبقى ده كل ده بيرفكت ايه سكوير تراينوميالز يبقى عندي هيبقى 7.3 بلس 2.7 كام ده تايمز 7.3 بلس 2.7 اللي هي هتيكوال معايا ده هيديني 10 تايمز ال 10 which is ايه which is 100. ناخد بالنا بقى هنا انا مش شايف التو عندي. طب انا عندي الفيرست تيرم اهو الروت بتاعه اهو. طب هل الروت ده موجود هنا؟ ال 1.4 دي عباره عن 2 تايمز 0.7 يبقى فعلا ممكن اقول ان كل ده هيكوال معايا 20.7 ماينس 0.7 تايمز 20.7 ماينس ال 0.7 اللي هي هتديني 20 تايمز الايه 20 which is ال 400. طيب نيجي هنا ده الروب بتاعه موجود هنا. طيب الروب بتاع ده از ايه ال 3 هل موجود هنا؟ بالفعل موجود لان ال 6 دي اكس 2 تايمز ايه 3 وبالتالي ده مظبوط يبقى عندي ده هيكوى معايا على طول 997 هيبقى بلس مين بلس ال 3 تايمز 997 بلس مين ال 3 اللي هتيكوى 1000 تايمز الايه ال 1000 اللي هي 1 مليون. طيب اللي بعديها نفس الكلام هنا دي هتديني 99 بلس 1 تايمز 99 بلس 1 اللي هي هتيكوال معايا 100 تايمز ال 100 which is 10000. هنا ده هيديني الروب بتاعه 5 وده عندي الروب بتاعه is 9. طيب 2 تايمز ال 5 تايمز 9 يديني فعلا 2 تايمز 45 يبقى ده هيكوال معايا ال 5 minus 9 times ال 5 minus 9 which is negative 4 times negative 4 اللي هي كام؟ اللي هي 16. نيجي بعد كده للمسألة دي بيقول لي الاريا of the square دي الاريا بتاعت السكوير find the value of m given that a side length of a square is a rational then find its perimeter when x equal to. ده لما يكون سكوير ودي الاريا بتاعته الاريا بتاعت السكوير ايكوال ايه ايكوال السكوير وبالتالي لازم يطلع معايا ده بيرفكت سكوير. طيب لما يكون ده بيرفكت سكوير وانا عايز الايه الثيرد احنا قلنا الثيرد بنجيبه ازاي بجيبه من المفتاح بتاعه اللي هو الميدل تيرم يعني ده هنا جاي لي منه 3x الميدل تيرم عندي 30x هيكوال توايس روت الفيرست وقلنا ايه اللي هيجي لي من هنا هنعتبر طب هو هنا m يبقى هعتبره مثلا n اغير اسمه الاكس تروح مع الاكس 2 تايمز 3 از ال 6 تروح مع ال 30 يديني ال 5 يبقى ال n از ايه از 5 يبقى اللي جاي لي من الثيرد تيرم اللي هو ال m هيكوال معايا كام ال 25. طيب بعد كده عايز البريمتر هو ان اكس ايكوال 2 عشان اجيب البريمتر هو ان اكس ايكوال 2 يبقى لازم اجيب الايه اجيب السايد احنا اتفقنا ان ده كده كام 25 يبقى ال اللي عندي اللي هو السايد لينس هي ايكوال ال 3x بلس مين بلس ال 5 لان انا عندي ده اتحول ل ال سكويرد فهاخد منه واحده بس اللي هي ال L. يبقى البريمتر عندي هي ايكوال 4l اللي هو هي ايكوال 4 تايمز ال 3x بلس الايه بلس ال 5 اللي هي هتيكوال معايا 12x بلس ال 20. طب لما ال x ايكوال 2 at x ايكوال 2 يبقى البريمتر عندي هي ايكوال 12 times 2 plus 20 هيبقى 24 plus 20 which is 44 centimeters. Exercise A بيقول لي factorize each of the following. بص بعينك تلاقي هنا squaring وتلاقي هنا squaring. طب الروت هنا y الروت هنا x plus 1 نبص هنا نلاقي فعلا twice root the first times root the third يبقى الكلام ده perfect square trinomials يبقى هي ايكوال معايا على طول y هنا احط بلس x بلس الايه ال1 الكلام ده تايمز y بلس x بلس مين ال1 طالما عندي بلس وبعديها براكت على طول اشيل البراكت ولو عندي نيجاتيف
طبعا هوزع الايه؟ هوزع النيجاتيف، يبقى ده هيكوال معايا y بلس الاكس بلس ال1 تايمز y بلس الاكس بلس مين؟ بلس ال1. اللي بعديها يعني برضك تلمح الاي بلس بي سكويرد، يعني الروب بتاعها اي بلس بي. 4c باور 4 الروب بتاعها 2c سكويرد. نبص هنا 2 تايمز ده هيديني 4c سكويرد اهي، والاي بلس بي اهي، يبقى ده بيرفكت سكوير. لما اجي اعمله هيديني a بلس b هنا ماينس، ليه ماينس؟ عشان هنا ماينس، ماينس ال 2c سكويرد، وعندي هنا a بلس b ماينس ال a ال 2c سكويرد. ممكن اشيل براكتس خالص، يبقى هتديني a بلس b ماينس 2c سكويرد تايمز a بلس b ماينس 2c سكويرد. عايز تعملها باور 2 ذاتس اوكي، مفيش مشكله. اللي بعديها الروب بتاع ده 3x بلس 2، والروب بتاع ده 2y ماينس 3. الاكس بلس 2 اهي، y ماينس 3 اهي، 2 تايمز 2 از 4 تايمز 3 از 12 معايا موجوده، يبقى كل ده ممكن اخليه بالمنظر ده 3 تايمز x بلس 2. عندي هنا بلس، يبقى انا عندي بلس 2 تايمز y ماينس الايه؟ ال 3 وبراكت زيه، يبقى هنخلي ده سكويرنج على طول. طب فك ده، يبقى انا عندي هنا هيديني 3x 3 تايمز 2 از 6، الكلام ده هيبقى بلس 2 تايمز الواي از 2y ماينس الايه؟ ماينس ال 6 سكويرد، يبقى هتيكوال معايا ال 3x بلس ال 2y ايه؟ سكويرد. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 3. ليسون 3 يعتبر من الليسونز المهمه جدا، هو وليسون 1 و 2 بيعتبر من اهم الدروس بتاعت الفاكتورايزيشن. يا رب تكونوا فهمتوه كويس، وبالتوفيق ان شاء الله.